السلام عليكم مربين الدواجن في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقتنا النهارده هنجاوب فيها عن سؤالين مهمين جدا جولنا على القناه. احنا قلنا قبل كده لحضراتكم اللي عنده اي سؤال يكتب لنا في التعليقات، ودايما ممكن كل فتره نعمل حلقه نجاوب فيها على اسئله حضراتكم. فالسؤال الاول بيقول: يا دكتور سامح، انا لو هربي 500 تنصحني احصن ولا لا في العدد ده؟ والسؤال الثاني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ ممكن الكوكسيديا تأتي في البطاريات؟ التسمين وعلاجها ايه؟ طيب ندخل او نبدأ بالسؤال الاول، هل الاعداد اللي زي 500 هل الافضل ان احنا نحصنهم ولا لا؟ شوف، هو الافضل انك تحصن، لكن برضو مش هينفع تحصن البرنامج كامل. يعني اللي بيربي 500 مش زي اللي بيربي 50,000. فأنا شايف انك ممكن تحصن تحصنتين في الاعداد اللي زي 500 مهمين جدا. التحصنة الاولى هي MA5 كولون سيرتي على عمر 12 يوم، ودي لازم تكون رش، لانك مكان محكم تقدر حتى لو في البطاريات، لو 500 في البطاريات هترشهم بالرشاشة، لكن خد بالك لازم المية تكون باردة، اوعى تدفي المية، لازم تحصين يكون مياه باردة، ما ترجعش تدفيها، لا تحلها في مياه باردة وترشها في مياه باردة. التحصينة التانية يا شباب الافضل انها تكون جمبورو عترة فوق متوسطة، زي مثلا دي 78، زي برسين بلاس، انا مش عايز اقول الاسماء الشركات على اساس ما يكونش دعاية لحد. الفكرة ان انت بتجيب حاجة اسمها عترة فوق متوسطة، يفضل ان انت تحصنها عمر 15 يوم. يبقى التحصينة الاولى عمر 12 يوم رش MA5 كولونسيرتي، التحصينة التانية جمبورة عترة فوق متوسطة عمر 15 يوم. بكده انت حصنت او غطيت 3 فيروسات، النيوكاسل والاي بي والجمبورة. بيبقى لحضرتك تحصينة يعني حسب ظروف المنطقة عندك، اللي هي تعيد تاني تحصين النيوكاسل عمر 22 يوم تقريبا، لإما أفينيو لإما كولون سيرتي. أنا رأيي إن الأفينيو أفضل، لإنه بيكون معوي وتنفسي، بيعمل حماية ضد النيوكاسل المعوي والنيوكاسل التنفسي. فأنت ممكن التحصينة الأخيرة تكون أفينيو على عمر مثلا 22 يوم، بحيث إن أنت كده تكون غطيت الدورة لحد تقريبا 35 أو 40 يوم من الفيروسات الشرسة اللي ممكن تهاجم فراخك. وكده نكون جاوبنا على السؤال الاول. وبرضو ما انساش اقول لحضراتكم اللي عنده اي سؤال يكتب لنا في التعليقات، واحنا ان شاء الله كل فترة نعمل حلقة نجمع فيها الاسئلة. طيب السؤال الثاني اللي هو بخصوص الكوكسيديا في البطاريات، هل ممكن كتاكيتك اللي بتتربى في البطاريات تصاب بالكوكسيديا؟ شوف، هو بنسبة كبيرة جدا مش كل اسهال بني ومش كل اسهال احمر بيكون كوكسيدي. احيانا تغيير العلف بيعمل اسهال بني، لكن مش معناه انه كوكسيديا. احيانا برضو في بعض المشاكل بتعمل اسهال احمر خفيف لكن مش كوكسيديا. اعمل حسابك ان الكوليستيريديا بالظبط هي بتعمل اسهال بني شبه الكوكسيديا. وخد بالك دايما لما بيحصل تغيير علف او برد او اي حاجة في مناعة الطيور بيحصل نشاط للإسهال البني في البطارية، فحضرتك بتعتقد ان دي كوكسيديا، لكن هي في الحقيقة هي كوليستريديا. كوليستريديا دي بكتيريا موجودة داخل جسم وامعاء الطيور بتزيد وتقل حسب مناعة الطيور. فممكن مثلا بعد التحصين تاني يوم تلاقي الإسهال البني زاد في البطارية او في الارضية عندك، ممكن تلاقي مثلا بعد شوية برد الإسهال البني زاد، ممكن تغيير علف، مجرد بس انك غيرت علف تلاقي الجهاز المعوي حصل فيه اختلاف او خلل بسيط ينشط لك الكوليستريديا. لكن بتكون ايه؟ بتكون يوم ولا يومين وبترجع الفراخ الامور طيبة تاني، مفيش مشكلة. انا بس بنصح في الحالات اللي زي دي انك تضيف احماض عضوية، تجيب لتر احماض عضوية من الصيدلة البيطرية. ناس كتيرة بتسأل عن الاحماض العضوية، برجع اقول لحضراتكم اللي بيربي في 50 او 100 كتكوت بيجيب ازازة خل من البيت، ازازة خل، وبيحط جرعة 2 الى 3 سنت على اللتر. دي كده بالتركيز ده بنسميها مناسبة او مساوية للاحماض العضوية. اما الاحماض العضوية اللي هتجيبها من الصيدلية هتحط نص سنت فقط على اللتر.
سواء جبت خل حطيت 2-3 سم على لتر او جبت احماض من الصيدليه، ويفضل طبعا الاحماض اللي في الصيدليه البيطريه لان بيكون تركيبتها فيها احماض كتير، بروبيونيك اسيد، لاكتيك اسيد، فوسفوريك اسيد، يعني مجموعه من بيوتريك اسيد، مجموعه من الاحماض اللي بتغطي او ليها فوائد كتير داخل جسم الطيور. فخلاص تمام، يبقى النهارده كده خلاصه الموضوع. الكتاكيت لو في البطاريه وجالها اسهال بني ما تقلقش، غالبا بتكون كوليستريديا، لان نادر جدا ان الكتاكيت تصاب باصابه كوكسيديا وهي في البطاريه، بتكون نادره. لكن اللي بيحصل زي ما بقول لحضراتكم انها بتكون كوليستريديا، وفي الحالة دي بيكون علاجها احماض عضوية او خل. لكن لو زادت عن اللازم يفضل انك تحط مضاد حيوي زي الامبيسيلين او الاموكسيسيلين، بتخلطهم واحد منهم، يعني تحط واحد منهم معاه كوليستين، تختار مثلا امبيسيلين مع كوليستين او اموكسي مع كوليستين، الاثنين دول مع الكوليستين بيجيبوا نتيجة كويسة. لكن في تريك حابب ان انا هفكر حضراتكم بيها، ان الامبيسيلين او الاموكسي لازم ان انت تعطش 2 ساعة قبل ما تنزلهم، ولازم كمية المية تكون قليلة، تخلص في مدة لا تزيد عن 4 ساعات. كمان يفضل ان مياه الشرب دي تكون مياه باردة زي ما يكون في التحصين بالظبط، يعني عامل الامبيسيلين او عاملهم على ان هم تحصينة. هتحسب طبعا الكمية المطلوبة حسب وزن الطيور، الدكتور بيساعدك في الصيدلية انه يحسبها معاك. احط بقى ال 200 جرام دول مش على سقوة 12 ساعة، لا، على سقوة مثلا 4 ساعات، كمية مية لا تزيد عن 4 ساعات، والمية تكون باردة، ويفضل ان عطش 2 ساعة، علشان الهدف من الموضوع ان الفراخ تشرب كمية المية دي بسرعة، لان الدوايين دول بيتكسروا في مياه الشرب وبيفقدوا قيمتهم بعد 4 ساعات. فهي دي التركة اللي لازم تاخد بالك منها لما تيجي تعالج الكوليستريديا. كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. أرجو اللي عنده أي سؤال يكتب لنا في التعليقات، وإن شاء الله كل فترة نعمل حلقة نجمع فيها أسئلة حضراتكم. يا رب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال. كان معكم سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.